اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. اجل حفتر رده على قصف الجوفرة لانه اتخذ خطوه باتجاه الحدود الغربيه وخصوصا الحدود الليبيه الجزائريه، فكان من الطبيعي جدا ان يصمت على ضرب الجوفرة لانه تقدم في منطقه شبه محظوره وانتقل من جنوب ليبيا الى غربها والى الحدود مع الجزائر، فكان من الطبيعي جدا ان لا يكون رد. لكن الامر اعقد، بحيث عادت الامور الى نصابها بعد اتصالات مباشره امميه مع حفتر من اجل التاكيد على مساله تقدم العسكريين الى الانتخابات من جهه، في مقابل تقديم استقالتهم من المؤسسه العسكريه. لذلك فحفتر يرغب في مثل هذه القفزة وهذه الطفرة من المؤسسة العسكرية وباتجاه دخوله للانتخابات بصفة شخصية، وهذا ما أكده للمصادر الأممية. هنا يطرح السؤال، لماذا أساسا حفتر يرغب في أن تكون التسوية مع الأمم المتحدة وهذا الذي سلم إياه، لكنه أنذر بأن أي تقدم بهذا الاتجاه أو بقاء لقواته على الحدود الجزائرية الليبية فهو الذي يعني أن تقدما محتملا ولو بالعمليات الخاصة للجزائر قد تكون مباشرة وعلى أهداف لحفتر؟ لذلك فإن كسر خط وقف إطلاق النار حدث، وعلى الأمم المتحدة تعتقد بأن حفتر تجاوز خط وقف إطلاق النار بانتشاره على الحدود الغربية الجزائرية الليبية. المهم هنا هو التقدم نحو الجوفرة. لماذا بالتحديد هناك رغبة ليبية في التقدم إلى الجوفرة إن بقي حفتر على الحدود الجزائرية الليبية؟ هذا السؤال هو الذي يجيب عنه الأمريكيون بالقول بأن كسر الخط الأحمر المرسوم من طرف مصر يساوي نفس ما حدث بالنسبة للجزائر، وأمام الجارين هناك خطوط حمر صرح بأحدها، صرح تبون بأحدها، وصرح السيسي بالخط الأحمر الآخر. إذن هناك خطوط حمر لدى كل من الجزائر ومصر، وكسر ما يسمى بالخط الأحمر الذي رسمه تبون في طرابلس، عدم سقوط طرابلس في يد المرتزقة، وسمى حفتر والعسكريين معه بالمرتزقة. إذن هنا يحدث توازن غريب ودقيق للغاية، بحيث أن قصف والوصول إلى قصف الجوفرة لأكثر من مرتين، يعني في دفعتين في حزمتي صواريخ، هذا يعني مباشرة أن الجوفرة والخط الأحمر انتهى، وهذا الذي دفع حفتر إلى إنقاص تواجده على الحدود الجزائرية إلى درجة أن هناك أقل من 25% بعد قصف الجوفرة. أصبح اليوم العتاد الذي لدى حفتر متراجعا بنسب عالية تتجاوز 45%، هذا على الصعيد الميداني. أما على الصعيد القتالي فإن بالنسبة للجزائر فقررت عبر جيشها استخدام لأول مرة اليو آر 77 UR-77، وهذا ما يعني أننا أمام تطور عسكري قتالي غير مسبوق، لأن نفس العملية اليوم انظروا إلى الدقة في الكرملين، اليوم على الساعة 10:15 وأمام العمليات قراءة جدول العمليات الموجهة تماما إلى سوريا، سنجد أن اليو آر-77 استخدمت ضد ما يسمونه هم بالإرهابيين أو المسلحين المعارضين للنظام السوري القائم الآن في دمشق. واستخدام اليو آر-77 هناك واعتبرته أفيا برو بأنه السلاح السري الذي سيحسم المعركة مع بين قوسين الإرهابيين،
سمح للجزائر من جهة أخرى باستخدام نفس السلاح UR-77 اليوم أيضا في هذه المنطقة، رغم أن هذا السلاح يعتبر من الأسلحة السرية في الجزائر لأنها غير معلنة، الصفقة غير معلنة. ولولا هذه الجملة القصيرة الموجودة في الكرملين في تقرير اليوم بالنسبة لاستخدامه في سوريا وضد الإرهابيين أيضا الذين يهددون الحليف الجزائري في شمال أفريقيا، فإننا لن نعرف بتاتا هذه المعلومة، إذ أن الجزائر إلى الآن لم تصرح بتوصلها بهذا السلاح السري. وثاني مسألة، أن هذا الاستخدام اليوم في سوريا وفي الجزائر ضد الإرهابيين محدد بهذه المهمة، ضد الإرهابيين بمعنى على أن الاستخدام ضد إرهابيين قادمين من ليبيا إلى الجزائر أو من الجزائر باتجاه ليبيا متوجهين إلى ليبيا، لكنه يحسم في قضية توجيه هذا السلاح إلى حفتر وقواته، وهو ما يعني أننا أمام عزل حفتر عن UR-77، ولكنه في نفس الوقت وهذا الأهم أنه مستخدم في اتجاه ليبيا واتجاه ما يسمى بالإرهاب في جنوب ليبيا. لذلك فهذه الدبابة من نوع ما مختلف، هذا السلاح السري في منطوق تقرير الكرملين يكشف إلى أي حد نحن أمام تطور ميداني غير مسبوق باستخدام سلاح لم يعلن عنه في الجزائر، كشفته روسيا، وروسيا كما هو معلوم هي تكشف كل الأسلحة التي لدى حلفائها بطريقة أو بأخرى. وما دام هذا السلاح السري UR-77 لدى الجزائريين على حد تعبير ومنطوق تقرير الكرملين لليوم، فإن مثل هذا السلاح قد يكون موجودا على الأرض الجزائرية، وهناك احتمال أن يكون ضمن الصفقات فقط. وأعطي هذا على سبيل الإجراءات المعول عليها، لكنه استخدم اليوم في سوريا، وبالتالي فالعملية الآن واضحة بأنها متجهة بشكل مباشر إلى قلب التوازنات بشكل عال، وأن احتمال الوصول إلى العمق الليبي لإنجاز عمليات هامة دقيقة أو إلغاء ما سمي بتواجد السيارات الرباعية الدفع والتي أغرق بها حفتر هذه المنطقة ما بين الجزائر وليبيا. المهم الآن أن هناك تشكل لمعادلة أساسية جدا. أولا الأتراك يقصفون الجوفرة بعد أن خرق حفتر خط وقف إطلاق النار وذهب إلى الحدود الجزائرية، فكان الرد مباشرة في كسر الخط الأحمر الذي رسمه السيسي. وأصل الآن العلاقات بين السيسي وأردوغان والمخابرات التركية المصرية هي الآن متجمدة في أقل درجاتها. الآن نعرف بشكل جيد أن كسر الخط الأحمر في الجوفرة ساواه مباشرة كسر حفتر للخط الأحمر الجزائري، وتركيا أتت لأن الجزائر رسمت الخط الأحمر، ودافعت تركيا بمستشاريها عن تحقيق وتحرير طرابلس، وهذا يعني أن الذي رسم الخط الأحمر هم الجزائريون والذين نفذوا هم الأتراك. عندما تجاوز حفتر أيضا الخط الأحمر قصفت الجوفرة مرتين، ويمكن في أي حالة أن يكون هناك أكثر من مرة لقصف الجوفرة. الروس لا يرغبون في مثل هذه المعادلة على الإطلاق، وأن تكون اللعبة الجزائرية تركية هنا في قضية الخطوط الحمر. لذلك فبالنسبة لروسيا أضافت هذه الجملة، أولا بأن الجزائر لديها UR-77 لينكشف لأول مرة مثل هذا الخبر، مثل هذه القدرة الجديدة المسماة السلاح السري، وهو حاسم بكل تأكيد. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لعبتها روسيا هي فك الارتباط ما بين
الأهداف الجزائرية في ليبيا وما بين تركيا، وهذا شيء مهم بالنسبة لبوتين. لكن في نفس الوقت هناك عملية مدروس للغاية اليوم بتجديد هذا الربط. البارحة كانت في طرابلس والآن في الجوفرة، ومجرد رسم الخط الأحمر الآن التركي الجزائري في الجوفرة، إن لم ينسحب حفتر وقواته من الحدود الغربية الليبية الجزائرية فإن الوضع سيكون مختلفا عسكريا. اليوم هناك أكثر من ضربة على الجوفرة، وغدا قد يكون الدخول إلى الجوفرة إن بقي حفتر في مكانه. إذا هذه هي النقطة الأهم التي يمكن من خلالها للجزائريين أيضا أن يتعاطوا مع أي تهديد كان بعد نشر UR77 على الحدود الجزائرية الليبية، وتطور أزعج الفرنسيين، لأن الفرنسيين اليوم يرون في منع الدور الجزائري في شمال مالي وفي غرب وفي الشرق، يعني على الحدود الليبية الجزائرية، أهم ما يرغب فيه الفرنسي. لكن ضرب الجوفرة خلق إشكالا، لأن لا رد لحفتر رغم أنه كان يرد دائما، ولكن الآن يمكن أن يقصر فيه وقف إطلاق النار بشكل نهائي. ولذلك فحفتر ينبئ الأمم المتحدة بأنه لا يرغب في أي تصعيد لإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، وهذا الذي انكشف بشكل كامل، لأن الجزائريين اليوم يعملون بشكل جدي على أن تكون هذه الحدود الليبية الجزائرية على قدر متقدم من الهجوم، وأن يكون هناك UR77 هذا السلاح الذي يكشف لأول مرة لدى الجزائريين. هذا يعني مباشرة أننا أمام تطور غير مسبوق، وهناك احتمال كبير جدا للعب التركي على هذه المساحة، أولا من خلال القناة الفلسطينية وزيارة الرئيس الفلسطيني لأنقرة من جهة، وهذا يعني أننا أمام ترتيب جديد بعد وقف المخابرات المصرية لعملها لا في مصالحة ولا حول غزة. وهذه نقطة هامة، إذ لعب أردوغان مباشرة الورقة الفلسطينية بعد تجميد المخابرات المصرية لعملها في الملف الفلسطيني. المسألة الثانية، أن ما رسمه تبون يقوم به الأتراك الآن كما رسمت الجزائر خط الأحمر أمام حفتر في دخوله لطرابلس، فاليوم أيضا هناك خط أحمر تجاوزه حفتر وأصبح القصف تماما على الجوفرة، فكأن العملية تعاد مرة ثانية، وهذا ما أزعج الفرنسي بشكل كامل. إذن UR77 كان بمثابة إحراج حقيقي لفرنسا في هذه المرحلة على وجه التحديد، وكانت صدمة كبيرة لا لرعاة حفتر ولا للفرنسيين بعد أن أثبت الروس أن لدى الجزائر UR77، وهي من ما يسمى بالأسلحة السرية التي تستخدمها روسيا في أصعب وأحلك الظروف. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.